بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأبناء والأحبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بلغني أن عنوان هذه الحلقة الاعتكاف، وعلاقة الاعتكاف برمضان معلومة مشهورة. والاعتكاف في اللغة هو حبس النفس ولزوم مكان معين من أجل العبادة. قد ورد في القرآن مرارا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، سواء العاكف فيه والباد. فهو حبس النفس ولزوم مكان معين من أجل العبادة. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، واعتكف أزواجه من بعده رضوان الله عليهن. وقد ثبت ذلك من حديث عائشة أم المؤمنين وغيرها. ويدل ذكر الأزواج، أي ذكر اعتكاف الأزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، على عدم النسخ وعدم الخصوصية. فهذا يدل على أنه غير مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم كما زعم قوم، ويدل أيضاً على أنه لم ينسخ كما زعم قوم آخرون، فقد بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية الكريمة التي مرت بنا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذه الآية الكريمة أقحمت في داخل آيات الصيام. واستدل بذلك بعض أهل العلم على أنه لا اعتكاف بدون صيام، وهو مذهب مالك بن أنس وأبي حنيفة والأوزاعي رحمهم الله. وقال قوم من أهل العلم: قد يقع الاعتكاف بغير الصيام. واستدلوا أيضا بأدلة، منها ما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وهو في الجاهلية في ذلك الوقت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وهذا يدل على أن الصيام غير مشترط، لأن الليل لا يصام. وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يضرب له الخباء في المسجد ليعتكف، استأذنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تضرب خباء بجانب خبائه، فأذن لها. فاستأذنت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عائشة، طلبت منها أن تستأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلت فأذن لها. فضربت زينب بنت جحش رضي الله عنها خباء بجانب أخبية الأزواج. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح، وكان يشاور بعد صلاة الغداء، رأى الأخبية في المسجد فسأل عنها، فقيل: هذه أخبية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: آل بر أردنا، أو قال: آل بر يريدنا. فأمر بالخباء فقوط، ولم يعتكف في ذلك العام في ذلك الوقت، واعتكف العشر الأول من شوال. واستدل بهذا طائفة من أهل العلم أيضاً على أنه لا ارتباط بين الاعتكاف والصيام، لأن العشر الأول من شوال أولها يوم العيد، ويوم العيد يحرم صوم. فهذا يدل على أن الصيام غير مشترط. وقد اختلف في ذلك عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، وكذلك به قال الشافعي من غير خلاف عنه رحم الله الجميع. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم رمضان كله كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، ثم أتاه جبريل فقال: الذي تطلب أمامك، فأمرنا فاعتكفنا العشر الأوسط معه.
فلما كان يوم 20 خطب النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وقال: من كان اعتكف معنا فليعتكف، فإني أريت هذه الليلة ونسيتها وعسى أن يكون خيراً لكم. وبيَّن أنه أمر باعتكاف العشر الأواخر يبحث عن هذه الليلة المباركة وهي ليلة القدر. وبيَّن صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أيضاً أنه رأى أنه يسجد صبيحتها على ماء وطين، قال: وليس في السماء قزعة في ذلك اليوم، فطلعت سحابة فأمطرت المسجد، وكان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من السعف والشريد، فوكف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تقاطر منه الماء. قال: فرأيت بعد صلاة الصبح أثر الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وأرنبته صلوات الله وسلامه عليه. فدل على أنها في ذلك العام ليلة 21. ولمسلم من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أري هذه الليلة وأنه نسيها وعسى أن يكون خيراً لكم، قال: ورأيت أني أسجد صبيحتها على ماء وطين، قال: فرأيت أثر الماء والطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وأرنبته صبيحة 23. وهذا الاعتكاف مقصوده الأول هو حبس النفس في طاعة رب العالمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد عباد الله محبة لعبادة الله، وكان قبل نزول الوحي عليه يختلي الليالي ذوات العدد بغار حراء يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا. فكان أحب شيء إليه الاختلاء بعبادة رب العالمين، وكان بعد معرفة أن هذه الليلة في العشر الأواخر وأمره للناس أن يلتمسوها في العشر الأواخر، وأمره لهم أيضاً أن يلتمسوها في السبع الأواخر لما تواطأت رؤياهم على ذلك، كان يشاور في هذه العشر كما ثبت في الصحيح عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله ودخل معتكفه صلوات الله وسلامه عليه. وشد المئزر عبارة عن اعتزال النساء، أو هو عبارة عن الجد والاجتهاد في العمل، وكل ذلك محتمل، فالعرب تعبر بشد المئزر عن الجد في العمل والاجتهاد فيه، وهو أيضا عبارة عن اعتزال النساء والاعتكاف، قال رب العالمين فيه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. واعتكاف أزواجه معه يدل على أن المسجد يشترط في الاعتكاف، وهذا أمر يكاد يكون لا خلاف فيه، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا بعد ضرب الحجاب كن يعتكفن في المسجد ويضربن الأخبية سترا لهن وعليهن في المسجد، فلو كان بالإمكان أن يعتكف الإنسان في البيت لاعتكف أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرهن، ولكن المسجد يشترط في الاعتكاف، ولذلك قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. وتعلقت به أحكام عدة أخذت من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها رضي الله عنها تغسل رأسه وتسرحه، وهذا يدل على أن إخراج البعض من الجسد لا يقدح في الاعتكاف، وكان يخرج أيضاً لحاجة الإنسان وللضرورات، وكان يدخل البيت فلا يسأل عن المريض ولا يخاطب الناس، فيدل هذا على أن الخروج للحاجة مقصور على الحاجة لا يتعداها إلى غيرها. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بذلك غيره من عباد الله. وأما كونه أمر بالبناء فقوض، فهذا يدل عند بعض أهل العلم على أن الاعتكاف يمكن رفضه بعد أن نواه صاحبه،
لأنه رفضه لعلة أخرى ولضرورة. وقال بعض أهل العلم هذا غير صريح في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبناء ولكنه لم يدخل في الاعتكاف دخولا معينا، فهذا يمكن معه الرجوع عن الاعتكاف، وأما بعد دخوله فلا يجوز الخروج منه إلا لضرورة، ومن خرج منه لضرورة لغير ضرورة فهي معصية عند جمهور أهل العلم، ومن خرج لضرورة قضاء أي استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأخيرة قبل رحيله إلى الآخرة صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما، واختلف العلماء في تأويل ذلك، فقال بعض أهل العلم إنما اعتكف 20 يوما لما علم قرب أجله صلى الله عليه وسلم لمضاعفته لأعماله بعد نزول سورة النصر، وبعد نزول سورة النصر ضاعف أعماله صلى الله عليه وسلم لدنو أجله ولأنها نعي له صلى الله عليه وسلم، فقد قال جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن معنى هذه الآية بعد أن أولها الشيوخ الكبار، قال عندي غير هذا، عندي أنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم نعيت نفسه إليه في هذه السورة، فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما ذكرت، فضاعف أعماله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كأنه يتأول قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، يقول ذلك في ركوعه وسجوده. واعتكف 20 ليلة من رمضان قبل وفاته، أي في نفس العام الذي قبض فيه، واعتكف أيضا عارضه جبريل بالقرآن مرتين في آخر رمضان صامه في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، وضاعف جميع أعماله صلوات الله وسلامه عليه. فبعض العلماء أول اعتكافه 20 ليلة بذلك، وبعضهم قال هذه 20 اعتكفها من رمضان لأن رمضان الذي قبل ذلك كان مسافراً لم يعتكف فيه 10 الذي كان يعتكف، ولعله رمضان الذي فتحت فيه مكة وهو في العام 8 فعليه يكون اعتكف 20 ليلة قضاء للعشر السابقة وأداء للعشر اللاحقة، وهذا أيضا ممكن وبه أول بعض أهل العلم، وهو من السنن المستفيضة التي تناولها أهل العلم ووردت فيها الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أن نساءه اعتكفن بعده مما يدل على عدم النسخ، وهذه العبادة المقدرة بزمان معين والراضخة أيضا للنية أي قدرها يعود إلى نية الإنسان، اختلف العلماء في أقل ما ينوى في هذه العبادة، فقال بعض أهل العلم أقل الاعتكاف يوم وليلة، وهذا مشهور مذهب أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله مع طائفة من أهل العلم أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وذلك لأنه مرتبط بالصيام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاور فيدخل معتكفه، وأقل ما كان يفعل أو يفعل أصحابه بين يديه يوم وليلة، هذا عند مالك بن أنس والطائفة الموافقة له. وقال الطائفة من أهل العلم وهم أيضاً من القائلين بشرطية الصوم في الاعتكاف، قالوا أقله يوم لأن اليوم هو الذي يصام ولم يشترط الليلة معه، وعلى قول مالك بن أنس اختاروا أن يدخل المعتكف معتكفه قبل غروب الشمس ثم يخرج منه إذا نوى يوماً واحداً بعد صلاة المغرب في الليلة المقبلة ليكون أمضى يوماً وليلة، ولكنه دخل قبل غروب الشمس ليصلي المغرب في الجماعة في المسجد ولا يخرج إلا بعد أداء المغرب في الليلة المقبلة. وطائفة من أهل العلم قالوا لم يحد له حد معين تركن النفس إليه ويثبت في الدليل وينفى ما سواه وعليه،
فعندهم أنه يمكن أن ينوي الإنسان الاعتكاف وهو في طريقه إلى المسجد ليصلي الفريضة في الجماعة ليشد أجر الاعتكاف في مدة صلاة الجماعة ويخرج من المسجد. وهذا القول وإن استبعده بعض أهل العلم فنتمنى أن يكون صحيحاً ليوفقنا ربنا جل وعلا أن ننوي الاعتكاف في كل صلاة من صلواتنا هدانا ربنا لأدائها في المسجد في الجماعة فضلاً منه وإحساناً. وعلى كل حال هذا كله يدل على أن هذه العبادة عظيمة عظيمة عند الله جل وعلا، ولذلك واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك واظب عليها ودخلها نساؤه معه صلى الله عليه وسلم. وأما العام الذي رأى الأخبية وقال آل بر يريدنا وأمر بالبناء فقوض ولم يعتكف في ذلك الوقت، هذا وجهه أهل العلم بتوجيهات أن هؤلاء النسوة أردنا أن يكن قريبات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسلم تسلم الواحدة منهن أن تكون الغيرة حملتها على القرب منه لئلا تستأثر الأخرى بها، ففيه ضرب من الحسد وضرب من الغيرة. يريدن جميعا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرفهن عن ذلك ليتمحض عملهن لنية خالصة حسنة عند رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين ورؤوف بالمؤمنين رحيم، ولا يبعد أن يكون هذا القول صحيحا. وقال بعض أهل العلم فيه تأويل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع هؤلاء النسوة الثلاثة وسمع بقية النسوة وأتينا أيضا واستأذننا أو ضربنا أخبيتهن بدون استئذان، لأن زينب لم يثبت في رواية من روايات الأحاديث أنها استأذنت، وإنما الذي استأذن هو عائشة، هي عائشة رضي الله عنها، وحفصة استأذنت بواسطة عائشة، وأما زينب فلم يرد في الأحاديث أنها استأذنت. فيمكن أن تضرب بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم أخبيتهن بجانب خبائه فيكون جالسا بين أهله، فيكون كأنه في البيت وليس في عبادة منقطع للعبادة في المسجد، فربما يكون صرفهن عن ذلك ورفض الاعتكاف في ذلك الوقت يريد أن تتمحض له العبادة وأن يختلي بذكر رب العالمين وأن يكون معتكفا حابسا نفسه على عبادة يحبها الله جل وعلا ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور يخوض فيها أهل العلم لأمور بينة جدا، وذلك أن أهل العلم يخوضون كثيرا ويتابعون أفهامهم ويستخرجون ما أمكنهم استخراجه من العلم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لحرصهم على معرفة ما وراء هذه الأفعال، لأنهم يعلمون أن أقواله وأفعاله وعباداته لرب العالمين كل ذلك محض عبادة يحبها الله جل وعلا ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الطرق طريق يؤدي إلى صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو صراط الله، إن ربي على صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وكان صلى الله عليه وسلم ربما خرج لبعض الحوائج وهو معتكف، كما ثبت في الصحيح أن صفية بنت حيي زارته وهو معتكف صلى الله عليه وسلم وجلست معه مدة تتحدث معه رضي الله عنها وأرضاها، وهي في ذلك الوقت ليست في الحجرات وإنما في دار أسامة بن زيد وهي نائية عن المسجد أبعد من الحجرات. فلما أرادت القيام من عنده وكان معه بعض نسائه أمرها أن تقف حتى يقوم معها يقلبها صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه، فقام معها يقلبها إلى موضع سكناها، فمر به رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم وأهله أسرع المشي وقيل سلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووليا، فقال على رسلكما إنها صفية، فقال
سبحان الله، أونرتاب فيك يا رسول الله؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما، وبين أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم صلوات الله وسلامه عليه، وما يخشى أن يقذفه الشيطان في قلوبهما هو اتهامهما للنبي صلى الله عليه وسلم أن معه امرأة أجنبية، وهذا من اتهم به النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الفرية على الله، ودخل في الكفر البواحي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه رب العالمين من أنواع المعاصي، وأحرى أن هذا النوع من المعاصي من أتفه المعاصي وأبعدها عن طريق الحق والهدى. الاختلاء بالأجنبيات والسير مع الأجنبية في ظلمات الليل إلى غير ذلك، فلا يمكن أن يتهم به من له أدنى مسكة من إيمان الرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم الذي اجتباه ربنا جل وعلا واصطفى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وقال وإنك لعلى خلق عظيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله على الله، وأقرب خلق الله من الله، وأوثق خلق الله صلة برب العالمين جل وعلا. وهذا الاعتكاف أمره مهم، وهذا شهره، فهو اختلاء بذكر رب العالمين، وأفضل الذكر تلاوة القرآن. يقبل فيه العبد على تلاوة القرآن وذكر وأنواع ذكر رب العالمين وأنواع العبادات بالصلاة والصيام وغير ذلك. ولا يراد به توفير الوقت للمنام في بيت من بيوت رب العالمين، يضيع صاحبه هذه الفرصة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها أشد الحرص، وكان يفعلها على أكمل الوجوه صلوات الله وسلامه عليه، وأصحابه يتنافسون في فعل ما فعل وفي التأسي به في جميع أموره صلى الله عليه وسلم. فعلينا يرحمكم الله والحال هذه أن نحاول التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ولكن لا يحيد من القصد عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي أن تحكم السنة في كل فعل نريد به التقرب إلى رب العالمين، فالله جل وعلا غني عن عبادتنا، ونحن فقراء إلى عبادة الله، ونحن فقراء إلى عبادة ربنا جل وعلا. فكل عبادة عدلت على موازين القرآن والسنة فهذه مقبولة عند رب العالمين، ينتفع بها صاحبها في الدنيا عزا ونصرا، وينتفع بها في الآخرة مكانة عظيمة، وينادي عليه المنادي ألا إن فلان ابن فلان سعيد سعادة لا شقاوة بعدها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم السعادة والتوفيق والهداية لما يحب ويرضى. هذا السؤال يقول: معلوم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل وينام سواء كان في رمضان أو غيره، غير أن البعض قالوا إلا أنه في العشر الأواخر كان لا ينام الليل، نعم، ما مدى وجاهة ذلك في مقابل حديث عائشة أنها قالت: ما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل كله. لا أعلم دليلاً صريحاً في أنه كان يستيقظ الليل كله في العشر الأواخر، بل هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأما الاستيقاظ في الليل كله فهذا إذا ورد باللفظ فالمراد به الجل للكل، لأنه من الأمور المحدثة للأمراض في البدن، ومن الأمور أيضاً الجالبة للتعب والإرهاق الذي يحول بين الإنسان وبين متابعة العبادات، وعبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قصداً ووسطاً لا إفراط فيها ولا تفريط. فلا أظنه يقوم الليل كله، وقيام الليل من الأمور التي لا بد من ضبطها بضوابط الشرع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فليرقد، فإنه لا يدري أيذهب يدعو فيسب نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورمت قدماه، وليس معنى هذا أنه كان يستيقظ الليل كله، فكان يطيل القيام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يجلب تورم الأقدام. وقد ثبت عنه أنه صلى ركعة واحدة من قيامه بالبقرة والنساء وآل عمران، ما مر بآية وعد إلا سأل الله لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، ولا بآية وعيد إلا استغفر الله لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا لا يدل على استيقاظ الليل كله، ولكنه ما كان يترك قيام الليل. وهذا هو الذي ينبغي
أن تكون الأمة، قال سددوا وقاربوا فلن يدخل أحدا الجنة عمله، وقال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومن المحذورات البينة في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إخفاء ليلة القدر من هذه المحذورات التي ينبغي الحذر منها أن يجتهد الإنسان اجتهادا يجلب له تعبا وإرهاقا تضعف أعماله بعد ذلك بسببه. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يبحث عن هذه الليلة ونسيها بعد أن أريها في منامه صلى الله عليه وسلم، لئلا يبقى الواحد منكم عاطلاً عن العبادة يتحرى العشر الأواخر أو السبع الأواخر أو الليلة الفلانية، فهذا محذور شرعي لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن تكون أمورنا على الوسط إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: الميت إذا مات له دين وعليه دين، هل يحل الذي له والذي يطلب؟ لم أفهم سياق هذا السؤال، هل يحل الذي له والذي يطلب؟ ما فهمت السياق. صاحبه يقول إن مراد به كان يحل الاثنين. إيه نعم، هي يحل، هي من باب إحلال الدين، يحل الاثنين عند أهل العلم، معناها أن العادل الأجل كان متراخي للإنسان، هو عندما مات يحل الدين ويعجل الأجل به اللي انتقل إلى آخرين ولا هم ملزمين بانتظار ذلك، لكن كان مدين هو يحل هو كذلك، وما عليه من الدين أيضا يحل. هذا السؤال يقول صاحبه، قال بين قوسين سؤال خارج الموضوع، لا أتذكر سؤالاً أتى في الموضوع الذي كنا فيه. نعم، جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، ما حكم من دعا بالحسانية في الركوع؟ الحسانية عربية، ورب العالمين هو الذي خالف بين ألسنتكم وألوانكم ولا تخفى عليه لغة، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، ولكن العربية مقصودة لفضلها ولكونها لغة القرآن ولغة محمد صلى الله عليه وسلم، فالعدول عنها مع معرفتها قصد خسيس، ومع عدم معرفتها فبأي لغة دعا الإنسان إذا أراد الله أن يستجيب دعاءه استجاب، ولا يحجر عليه في لغة إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ما اسم هذا الرجل وما معنى نكتل؟ وبالنسبة لهذه الآية الكريمة، صاحب هذه المقالة اختلف المفسرون في اسمه، ولو كان ينبني شيء من معنى الآية وما تعتقده الأفئدة على معرفة اسمه لما وقع فيه خلاف. فعلى كل حال هذا الرجل مؤمن ونفع قومه حياً وتمنى أن ينفعهم بعد مماته، ففي حياته دعاهم إلى ما دعاهم إليه رسول رب العالمين، قيل هو حبيب وقيل غيره، من قال له حبيب وقيل غير ذلك، وبعد مماته لما عاين الثمرة الطيبة لأعماله الطيبة وأقواله الحسنة، لما عاينها تمنى أن يعلم قومه ما أعد له ليرجعوا عما هم عليه من الكفر والضلال، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فاهتمامه بقومه يلوح عليه وهو بين لا شك فيه، لأنه كان يدعوهم ويتعرض للعنهم وتكذيبهم، يريد منهم أن يتبعوا رسول الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وبعد مماته تمنى أن يعلموا ما أعد له ليرجعوا عما هم عليه من الضلال والكفر والإلحاد، سأل الله السلامة والعافية. أما هذا السؤال الأخير، إذا كان المراد معناه نكتل، فهذه من الكيل ومن الكيل، وهي في الحقيقة على وزن افتعل، نفتعل، وهي من الكيل، نكتل وإنا له لحافظون، معناها يوفي لنا صاحب مصر الكيل ويعطينا كيل بعير، لأن كل أحد أعطى له كيل بعير، وإذا أتوا بأخيهم أعطوا كيل بعير زائد على عددهم الآخر، وهذا ما يريدون،
فراجعوا أباهم في ذلك، وقد سبق أنه أعطاهم أخاهم الآخر فخرجوا به فلم يرجعوا به. هذا السؤال يقول: امرأة في بداية الرضاعة وترى من نفسها أنها إذا صامت فستتأثر هي ورضيعها بالصوم، مع العلم أنها لم تجرب، فما هو حكمها جزاكم الله خيرا؟ المرضعة أصلاً يجوز لها أن تفطر محافظة على ولدها، لكن السؤال اليوم في هذا البلد عن الصوم والرضاعة فيه نوع من حمل المفتي إذا وجد، وأنا لست مفتي، فيه نوع من حمله على الظلمات، لأن كثيراً من النساء لا يرضعن أولادهن وإنما يستعملن الرضاعة المدنية الجديدة فيستعملن الآلات، ومع ذلك إذا أقبل رمضان يسألنا عن الرضاعة والرضيع، وهذا أمر حقيقة يستخدم أهله تغفيل المفتين، والفتوى لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً، وإمام المفتين وأفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على حسب ما أسمعه، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما هي قطعة من نار. فإذا كان قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فما ظنكم بفتوى غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كانت ترضعه ولا يرضع غيرها ولا يأخذ غير الثدي ويتأثر بالرضاعة فلها أن تفطر به، وإذا أفطرت قبل التجربة فلا إثم عليها، لأن الأصل والعادي أن يتأثر الرضيع في أول رضاعته بالصوم، هذا أصل، بالتالي يجوز لها ولا كفارة عليها ولا إثم. ما؟ هي نعم. هي نعم نعم. هي نعم. بالنسبة للعملية ما جاءت في السؤال. ما جاءت فيه. لعله يظهر سؤال آخر من ساتر لا يجي في عملي. أنت هو الكاتب. أيوة طيب. العملية مرضه ما لم تبرأ. والمريض يجوز له أن يفطر، اللي هو المرض المعتبر. من كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمرض قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: مرض شديد يخشى منه الهلاك أو فقد عضو من أعضاء الإنسان فهذا يجب على صاحبه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم وصيامه إثم، والمرض المتوسط يجوز لصاحبه الفطر ولا شيء عليه إذا أفطر، بل قد يكون الفطر أولى له لأنه أخذ لرخصة رب العالمين التي تفضل بها على عباده. والنوع الثالث هو المرض العرفي الذي لا يسمى مرضاً في الحقيقة لأنه لا حقيقة له، كالزكمة مثلاً، هذا ما هو مرض له شيء، لكن سمعت كثير من أهل العلم لا يعتبر مثل هذا، وقد ذكروا أن محمد بن سيرين رحمه الله ورضي عنه أنه أفطر بسبب وجع في إصبعه، وجع الإصبع يقدي عذب تيم، هذا ماكل، ويقدي عذب من اللي يرى ذلك والمجتهدون لهم رأيهم، لكن سمعت. نعم، هذا السؤال يقول: ما معنى قول الله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين؟ هؤلاء رجال معروفون من أهل مكة، إما أنهم حلفوا أن يحولوا بين الناس وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو حلفوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المراد الذين اقتسموا في جاج مكة يحولون بين القادمين وبين لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليهم البلاء المناسب لهم. وقد جعلوا القرآن عضين أي فرقا، والعضون جمع عضة، والعضة هي الفرقة، معناها جعلوا القرآن أشياء متفرقة، منها ما يوافق أهواءهم يجعلونه صحيحاً، ومنها ما يجعلونه كذباً ويكذبونه، وهذا النوع من التصرف صاحبه كافر كفراً بواحاً لا شك فيه، وهو مناوئ أيضاً للحق مناوئة عظيمة، ومكذب لرب العالمين ولرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال يقول: هل يجوز الخروج من المعتكف لمن عنده امتحان ثم يرجع، وما حكم الاشتغال بالمراجعة في الاعتكاف؟
من عنده امتحان ونوى أن يعتكف ويعلم أن الامتحان يقع في أيام الاعتكاف لا أظنه فعل صحيحا. ولكن لا نقول لكم مسألة عن الزمن الذي شرع فيه الاعتكاف ما كانت تعدل فيه امتحانات الباكالوريا، وبالتالي أقول لا أدري. هذا السؤال يقول: ما هو حكم من احتلم في نهار رمضان وهو صائم، هل يقضي أم لا؟ الشريعة أجل من ذلك، احتلام صاحبه نائم ولا ضرر فيه على الصيام ولا علاقة له بالصوم، وإنما صاحبه يجب عليه الغسل، ومثله أيضاً إصباح الجنابة بالنسبة للصائم، فهذا لا يضر الصوم ولا علاقة له به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوباً من جماع غير احتلام وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في الصحيح. والاحتلام لا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أفتى فيه صلوات الله وسلامه عليه، وما يخرج عن القدرة والتكليف لا يكلف به العبد، والنائم لا يضبط. تالي تلاعب الشيطان بإنسان نائم لا يفسد الصوم إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: المشرفون على الاعتكاف يضطرهم عملهم على الخروج للإتيان ببعض الحاجات من المطعم وإرجاعها، وكذلك بعض متابعات المعتكفين، فهل هذا الخروج يفسد الاعتكاف؟ لا أظنه يفسد الاعتكاف، لأن الحاجات الضرورية خدمة المسلمين وإعانتهم على عبادة من عبادات رب العالمين، إذا لم يكن بد منها للإنسان لا أظنها إلا من العمل الطيب ومن الضرورات التي تقتضيها الحياة والعبادة، ولا أظنه يفسد الصوم الاعتكاف، لكنه لا ينبغي أن يزاد فيه. معناه لا مش له يجيب شيء من الآلات ويجي المدة وأعطى معها مدة تاي يرد معها، هذاك مات له معتكف، غير يأخذ حاجته ويرجع، يرجع ويأخذ قدر الحاجة، وهذا هو الذي تقتضيه الضرورة إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: ما أحوجني إلى هذا يا شيخ زادك الله علما وفهما، هل يجوز للرجل تغسل زوجه، هل يجوز للرجل يغسل زوجه في نهار رمضان؟ هذا هو السؤال. الحروف عالية من النقد، الكتابة فيها احتمالات. صاحب السؤال يقول لي هذا هو السؤال، والله ما هل يجوز للرجل يغسل زوجه في نهار رمضان؟ لا حول ولا قوة إلا. طيب، إذا كان المراد غسل الرجل لامرأته إذا كانت حية وكان يجلب له اللذة، فهذا لا ينبغي في نهار رمضان، لأنه إذا جلب له اللذة ولو الصغرى قد يخرج المذي، والمذي فيه خلاف، وإن كان الشافعي وأكثر العلماء يرون أنه لا يوجب القضاء إلا أن التسبب فيه من المحرمات، لأنه قد يفضي لما هو أشد منه وأبعد عن الصيام. وإذا كان المراد أن يغسلها ميتة فهذا قد يكون أبعد من اللذة لصدمة الفراق، وهو عنده الحق في غسل زوجه ما لم يفضي به إلى أمر مستنكر، وذاك قليل، ولكن القليل قد يقع، الله تعالى أعلم. هذا السؤال يقول: المعتكف إذا كان يصلي التراويح بمسجد مسجد غير المسجد الذي اعتكف به، هل يجوز له أن يذهب ويصلي به ويعود؟ لا، حد يصلي التراويح المدة، يلا اعتكف في ذاك المسجد إذا كان من المساجد التي تصلى فيها الجمعة، يسرق قاع من الدفعة اللي ذي هي، ويسرق من الخلاف القوي اللي واقع في المسألة، وهذا من غير الضرورات، ولا ما هو يلا. سأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل هذه الوجوه وغيرها من وجوه المؤمنين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى ربها يوم القيامة. اللهم املأ قلوبنا وقلوب المسلمين علما وحلما وزهدا وتقا وورعا ورحمة بالمؤمنين ورأفة عليهم. اللهم افتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم مكن لهذا الصرح العلمي من أداء رسالته وافتح على طلابه وعلى غيرهم من طلاب المسلمين في كل مكان. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك أن ترأب الثأى الذي بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا من لا يطيعك فينا ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم تقبل منا صيام هذا الشهر وقيامه. اللهم اشف مرضى المسلمين في كل مكان. اللهم اهد الذين لم يصوموا هذا الشهر تكاسلا. اللهم افتح لنا ولجميع المسلمين أبواب الخير والعافية والأمن واليمن والبركة، وأغلق عنا وعن جميع المسلمين أبواب الشر والطغيان والفساد والضلال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.